الكاميرا ونشرة إخبارية جديدة، وإليكم أبرز العناوين. تركيا على حافة الهاوية. اعتقال وعزل الآلاف من الضباط والقضاة بعد فشل كوسا. آخر التقارير، خوت مارينا راضية. طارق سليم وداعا. وإليكم تفاصيل النشرة. فشل الانقلاب الذي قاده العقيد محرم كوسا، لكن تداعياته سيظل لها تأثير كبير على المستقبل التركي. فقد أكدت شبكة CNN الأمريكية أن ما حدث يعد مثالا مقلقا للغاية على تدهور استقرار تركيا، وهي البلد الذي كان قبل سنوات قليلة يقدم نفسه للدول المسلمة على أنه مثال حي على الحكم الديمقراطي ورخاء الاقتصادي. وبعد 14 عاما من هيمنة حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له أردوغان على السلطة، فإن تركيا تتأرجح مرة أخرى على حافة الهاوية. وتضيف أن المجتمع التركي يجري استقطابه على نطاق واسع بين أولئك المؤيدين لأردوغان والكارهين له، فالأجهزة الأمنية تقوم بشكل روتيني بسحق أي محاولات الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، وكان للعنف المستمر من جانب الشرطة ضد المحتجين في تركيا، بالإضافة إلى التفجيرات التي استهدفتها مؤخراً وقد أثرت على صناعة السياحة وقيمة العملة. فيما قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن محاولة الانقلاب في تركيا تكشف نقاط الضعف في سيطرة الرئيس التركي على الجيش، لافتة إلى أن أردوغان يكبح على ما يبدو جماح الجيش كقوة في الحياة السياسية في تركيا، مشيرة إلى قيام حكومة أردوغان على مدار السنوات الماضية باعتقال ومحاكمة مئات الجنرالات والضباط في الجيش كجزء من تحقيقات واسعة في مؤامرات انقلابية مزعومة. وتشير إلى أن محاولة الانقلاب الأخيرة قد أدت إلى استياء عميق في بعض صفوف الجيش تجاه رئيس الاستبداد. لكن صحيفة معارف الإسرائيلية كان لها تحليل آخر، فهي تقول أن الأحداث التي شهدتها تركيا ما هي إلا تمثيلية نفذها أردوغان ليصبح الحاكم الوحيد بلا أي استثناءات، موضحة أن هذه الأحداث ستكون آخر انقلاب تشهده تركيا، حيث سيتحول أردوغان إلى رئيس قاهر في المستقبل. هذا وكان رئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم قد أعلن عن مقتل أكثر من 100 شخص من الانقلابيين وإصابة أكثر من 140، موضحا أن قوات الأمن التركية اعتقلت حوالي 3000 عسكري متورطين في المحاولة الانقلابية، فيما أفادت الشرطة التركية بإقالة 5 جنرالات و29 ضابطا برتبة كولونيل من مهامهم بأمر من وزير الداخلية التركي، فيما قامت السلطات التركية بعزل 5 أعضاء من المحكمة العليا، بالإضافة إلى عزل 2745 قاضياً بعد اتهامهم بتقديم الدعم اللوجستي للانقلاب. ومن أنقرة إلى مارينا، فقد قالت الدكتورة عزة الجنايني رئيس شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار أن الصور والفيديوهات التي التقطت لحوت مارينا تؤكد أنه رضيع، ومن بين الترجيحات لدخول الحوت مارينا هو أنه كان يسير ضمن سرب كبير وشرد بسبب مرور سفينة بين السرب، وربما يتوجه الحوت إلى أعالي البحار لأن بيئته الطبيعية وغذائه في الأعماق وليس على الشاطئ. مصر تودع قامة رياضية كبيرة، فقد رحل عن عالمنا أسطورة كرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب المصري طارق سليم عن عمر يناهز 79. ولد طارق سليم عام 1937 وانضم للمنتخب وعمره 19 عاما فقط، واستطاع سليم أن يحقق 14 بطولة محلية ودولية، وفاز ببطولة أمم أفريقيا، وشارك بدورة الألعاب الأولمبية. إلى هنا نشرتنا انتهت، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.